تنطلق أشغال منتدى كرانس مونتانا بجلسة افتتاحية تميزت بتلاوة رسالة ملكية للمشاركين في هذا الملتقى، رسالة تبرز أهمية التنمية في القارة الإفريقية وأهمية التعاون جنوب-جنوب لخدمة سكان هذه القارة وتعزيز موقعها في محيطها الدولي. منتدى كبير تحضره جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، والإسوسكو حريصة على أن تشارك في هذا المنتدى هنا في الداخلة بعروض ودراسات تخدم قضايا التنمية وقضايا البيئة والمحافظة عليها بشكل خاص. إن تنظيم هذا المنتدى له أهمية ورمزية كبيرة لأنه ينظم في مدينة الداخلة، وهذه مناسبة للتأكيد على مغربية الصحراء وإبراز مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في الأقاليم الجنوبية. وأشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون كان خاطئا في مواقفه، ويظل المقترح المغربي هو الحل الواقعي. أزيد من 1000 مشارك من قارات مختلفة، منهم سياسيون، رؤساء دول وحكومات، أبدوا بالمناسبة أعجابهم بمدينة الداخلة وبالاستقرار الذي تنعم به المنطقة والمغرب بشكل عام في محيط إقليمي غير مستقر. أعتقد أن موضوع تعاون جنوب-جنوب في إفريقيا له أهمية كبيرة خلال هذا المنتدى، وإفريقيا لديها مستقبل واعد، لكن هذا يعتمد على العمل الجماعي بين الدول الإفريقية. دورة تأتي امتدادا لدورة السنة الماضية وموضوعها إفريقيا والتعاون جنوب-جنوب، تحسين الحكامة من أجل تنمية مستدامة. من أجل إفريقيا وفي خدمة إفريقيا يجتمع أزيد من 1000 مشارك من بلدان مختلفة طيلة 5 أيام من أجل قارة تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وهو ملتقى يؤسس أيضا لتعاون جنوب-جنوب في خدمة البيئة، ليكون المغرب وكافة البلدان النامية في صلب الأجندة الدولية. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميديان تيفي الداخلة.